هذه الكلية التي ارتبط نشأتها بنشأة الجامعة الأردنية وكذلك قسم التاريخ الذي كان من أوائل الأقسام التي وجدت في هذه الكلية، حيث يقدم القسم للطلبة الملتحقين فيه برنامج بكالوريوس في التاريخ بمعدل 132 ساعة. هذه الساعات جميعها تخضع للمتطلبات النظرية. يستطيع الخريج بعد حصوله على درجة البكالوريوس في التاريخ أن يلتحق بقطاعات مختلفة سواء في سلك التعليم أو في مختلف وظائف سواء في القطاع العامي والخاص مثل دور الأرشفة، دور التوثيق، وزارات الثقافة والتراث القومي، منظمات الدولية التي تعنى بتوثيق التاريخ العربي والإسلامي والعالمي والإنساني. كذلك يستطيع أن يلتحق بمراكز الدراسات الاستراتيجية التي تقوم بعمل استطلاعات رأي أو تقوم بوضع خطط لمستقبل العالم أجمع. حسب الخطة الدراسية المعدة تغطي الحقب التاريخية المختلفة، تم بناء الخطة المعرفية وفقا لتعاقب الفترات الزمنية، نغطي فترات ما قبل التاريخ وفترات ما قبل الإسلام وفترات الفترة الإسلامية بكافة حقبها منذ عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وصولا إلى نهاية الدولة العثمانية، إضافة إلى الفترة الحديثة والمعاصرة من تاريخ العالم العربي والعالم الإسلامي الحديث والمعاصر. المهارات التي يكتسبها الطالب أثناء دراسته في قسم التاريخ لا ترتكز فقط على الجانب النظري، وإنما يتم تخرج الطالب بعد إنهاء لمتطلباته بنجاح في هذا القسم من خلال امتلاكه للعديد من المعارف يأتي في مقدمتها قدرته على البحث والتمحيص والتدقيق في كافة وثائق التاريخ سواء المؤرشفة أو الموجودة في المصادر المختلفة. يستطيع من يحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ أن يلتحق بسلك التعليم، طبعا هذه صورة نمطية لا تقتصر فقط على سلك التعليم، وإنما يستطيع أن يلتحق بكافة مرافق العمل في كافة دول العالم، والدليل على ذلك امتلاكه لقدرة معرفية من خلال قراءة الوثائق، تحليل الوثائق، تحليل النصوص التاريخية، إضافة إلى قدرته على الالتحاق بمراكز الدراسات الاستراتيجية من خلال ما يتم دراسته في القسم وقدرته على بناء الأفكار وفقا للخطط الاستراتيجية الموجودة في القسم.